بسم الله الرحمن الرحيم فعلها اتحاد كرة القدم امبارح لما اتكلمت عقب المباراة مباشرة وطالبت بإقالة حسام البدري مش لحاجة والله عندناش مشاكل مع حد ولكن الأداء زي ما الناس كلها تابعت وكل الناس يعني كانت غضبانة امبارح وبصراحة أنا من الناس ما أحبش أشوف شعبنا زعلان يعني أنه الشعب ده يبقى متضايق الواحد بيبقى متضايق وزعلان وبالتالي لسان الشعب وهو اللي بيتكلم فكان امبارح طلبنا بشكل واضح وبمنتهى القوه وما كانش فيه مسك العصا من النص يعني الحمد لله فياتي قرار النهارده اتحاد كره القدم المصري برئاسه مهندس احمد مجاهد بي يعني لحسام البدري متشكرين شكرا حسام والجهاز الفني متشكرين خلاص نقطه من اول السطر يعني حسام بدري خلاص ايه اللي جاي ايه التوقعات مفيش استعجال انه لازم يتعين النهارده حد. مفيش استعجال. احنا عندنا ماتش ليبيا بعد شهر. شهر اكتوبر الجاي. يوم ستة في الفترة ستة لتمانية او تسعة. فاحنا قدامنا شهر. حاليا حاليا في ترتيبات تلات اسماء مطروحين بقوة. تلات اسماء مش اسم، تلاتة. وزي ما بقول هيتم الاسماء دي لانه يعني لازم يتم التنسيق وعايزين زي ما كان كلامنا امبارح ان يكون عندنا الروح المنتخب يكون عنده الروح المدير الفني يكون عنده قوة عنده سيطرة موجود برة كده يعني قوي بيشخط في اللعيبة يمسك يعني يبقى حاجة كده لو ايه وقف برة كده يبرق لهم اللعيبة عارفة بتعمل ايه ده في لعيبة ولا كانوا يسمعوا مثلا يعني لا احنا عايزين شخصية وحد يبقى فاهم وحد قوي لأنه مصر تستحق مدير فني قوي دي مصر في أي حاجة يعني في أي حتة لازم يبقى عندك ناس أقوياء في أي مجال تاني بما فيها كرة القدم اللي هي يا تسعد الناس يا تضايق الناس وتزعلهم زي إمبارح فاحنا عايزين اللي يسعد الناس دايما كرة القدم عايز أقول لكم لأول مرة لأول مرة جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمحله وسموحه وسيراميك كليوباترا والاتحاد وسوهاج واسيوط وبني كله كل كل جماهير اول مره كل جماهير الكره المصريه تتفق على حاجه حسام البدري ما حص... على فكره ما حصلش الموضوع ده قبل كده انه اتفاق الجميع كله والنهارده كله ايه تصفيق يعني امبارح كله غضبان والنهارده كله يا سلام ايه الجمال ده هاين القرار اللي اتاخد اتفاق لاول مره جماهير الكره المصريه اللي هم بيقطعوا في بعض طول الليل والنهار امبارح كله والنهارده مع بعض هي دي هو ده حال هنعمل ايه هي كره القدم السعاده للناس او تزعل الناس فكان النهارده شوفوا امبارح ايه والنهارده ايه المطروح النهارده ايه فنجاده نعم مطروح ايوه من الاسماء المطروحه